تمكين المرأة وفتح الفرص أمامها لمزاولة كافة أنشطتها من أجل أن تساهم في التنمية المستدامة وتهارب الأنثى القائم على النمو، وكذا تعليم الفتاة ومنع زواج القاصرات هو الهدف من إطلاق حملة أقوى معا التي أطلقها مشروع تمكين المرأة والعيد الديموغرافي في مجموعة دول الساحل نسخة العام 2022، حيث جاءت تحت شعار لا للعنف القائم على أساس الجنس، نعم لاحترام حقوق الفتيات والمرأة. منسق مشروع تمكين المرأة والعائلة الديموغرافي يوسف أواري قال إن المرأة والفتاة هما أساسيان للتنمية في المجتمع، وأن حمايتهن وإعطائهن كامل حقوقهن ضرورة ملحة، مؤكدا أن المشروع شرع في محاربة كافة التحديات التي تقف أمام المرأة والفتاة وتوفير الرعاية الصحية والتعليم ودمجهن في سوق العمل. وعقب ذلك تداخلت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان ورئيس اللجنة الإقليمية للمشروع حول أهمية هذه الحملة التي أطلقت لأجل النهوض بالمرأة وتقديم الدعم اللازم لها. وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي موسى بتراكي قال إن المرأة تلعب دورا أساسيا في العائلة الديموغرافي، وتقديرا لها فقد أعطى رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إنو توجيهات لمضاعفة الإجراءات التي تهدف إلى تمكينهن اقتصاديا ومشاركتهن في مناسب صنع القرار. كما وجه الوزير موسى بتراكي نداء للمواطنين بضرورة دعم مشروع تمكين المرأة وتسجيل الفتيات في المدارس ومنع زواجهن تحت السن 18 لأجل أن يساهمن في التنمية المستدامة بالبلاد.